مكالمة هاتفية بتقود لجريمة قتل، ومش أي جريمة. طعنها في بطنها، ولما استدارت طعنها بوحشية 3 مرات. وما اكتفى الشقيق، ما اكتفى بهذا فقط، فبعد أن طعن شقيقته مرة بعد مرة حاول جز رقبتها، ولما ما استطاع أدخل السكين من الجهة اليمنى لرقبتها وأخرجها من الجهة اليسرى حتى يتأكد إنها فارقت الحياة. هذا أخوها وهي أخته، والتهمة مكالمة هاتفية شك إنه الطرف الآخر فيها شخص معين. التفاصيل في هذه الحلقة من رفعت الجلسة على عمول. بتبين التفاصيل مش مهمة، فبعد كل هذا الدم شو اللي بهم؟ الجريمة وقعت قبل سنوات طويلة، أما الضحية فسيدة متزوجة لديها أطفال، أما زوجها محكوم عليه بجريمة قتل هو كمان، ولأنها وحدها سكن المتهم مع شقيقته، ويا ليته ما سكن. سمعها بتتحدث على الهاتف ودخل الشك لعقله، امرأة وزوجها في السجن، إذن هي مستعدة للرذيلة. هيك المريض فكر، وكل إناء ينضح بما فيه. فلما سمع المتهم شقيقته بتتحدث بالهاتف كانت مسترخية وما طولت بالاتصال. المتهم قال في التحقيقات بعد ارتكابه لجريمته إنه لاحظ شقيقته المغدورة تتحدث بهاتفها الخلوي باستمرار، فقرر إنه يصير قاتل، أو يمكن هو قاتل في انتظار الجريمة فقط. فحقد وحط بعقله أفكار صعب أي حدا يفكر فيها بأخته، وبالآخر وصل للنتيجة النهائية، رح أقتلها. وبهدوء وبقرار واعي منه أخذ منه 4 شهور كاملة، جهز أدوات جريمته، جهز سكين وساحة الجريمة، وأعد نفسه للفعل الشيطاني، واستغل إنه أولادها مش موجودين بوقتها. المهم في أحد الأيام دخل بيت شقيقته، مبيت نيته وسكينته على خصره ومخفيها. فات وقالها سكر الباب، لكنها طلبت منه شراء بعض الحاجيات من السوق، فقالها طيب تمام. توجه لباب المنزل وناداها وقالها سكر الباب وراي، فردت عليه. بوقتها ما عرفت انه خطواتها للباب رح تكون الأخيرة إلها على الأرض. قربت عليه وبدها تسكر الباب، فهجم عليها وطعنها في بطنها، فلفت من حمى الضربة فطعنها في ظهرها فوقعت على الأرض، فمسكها من رقبتها بإيده وضغط بقوة حتى خرج لسانها من ثمها، وهذا اللي حكاه باعترافاته. وبعدين ما في بعدين، ماتت، لكنه ما كان متأكد إنها انقتلت، فرفع بلوزتها وطعنها كمان مرة في صدرها، وبعدين السكين علمت على كل جزء في جسدها. وعشان يخفي جريمته مسح السكين بأواعي المغدورة ولفها ببلوزة بيضة وحطها بكيس. وبكل هدوء الأخ راح للسوق فاشترى الحاجات اللي طلبتها أخته منه ورجع للبيت، ولما دخل وليبعد الشبهة عنه صار يصرخ ويستنجد بالجيران ليوهمهم إنه متفاجئ بالموضوع. هون إجت الشرطة، وما كان صعب على الأمن العام إنه يربط بينه والجريمة، فقبضوا عليه وبعديها اعترف وقام بتمثيل جريمته، وانتهى تشريح الجثة بجروح قطعية وطعنية بالعنق والصدر والبطن، وإنه سبب الوفاة هو النزف الدموي الحاد نتيجة قطع الشريان السباتي والأوردة وتمزق الرئة اليسرى. حاول المتهم خلال المحاكمة تكييف الجريمة على إنها فورة غضب، لكن ما كان تكييفه مقنع. أحيل المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى، وأسند إله مدعي عام الجنايات جناية القتل العمد وجنحة حمل وحيازة أداة حادة. وبالفعل أدانته المحكمة بالجريمة وحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، ثم قالت في حكمها إنه لظروف القضية ولإسقاط الحق الشخصي عن المتهم خفضت العقوبة بحقه إلى الأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات. وما اكتفى القاتل بال10 سنوات، فطعن بالقرار تمييزا، لكن محكمة التمييز قالت إنه الغضب ما بينطبق على الجريمة.
بحسب حكم التمييز، فملف الدعوى ما ورد فيه ما يشير إلى أنه المتهم قد أقدم على قتل شقيقته نتيجة عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة، ثم لم يثبت تلبس المغدورة بجرم الزنا، ثم أنه مجرد حديث المغدورة بالهاتف الخلوي لا يسعف المتهم على ارتكاب جريمته ويقوم على قتلها. وأيدت التمييز حكم الجنايات الكبرى بتجريمه بجناية القتل العمد والحكم عليه بالإعدام شنقا، ثم تخفيض الحكم إلى الأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات بسبب إسقاط الحق الشخصي عنه. رفعت الجلسة من عمون.